ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف دكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، نتحدث اليوم عن التنمية التي شهدها الصعيد بشكل عام وتأثير الاستثمار في البشر على تحقيق ارتفاعات في معدلات النمو الاقتصادي. ما رؤيتك لهذه التنمية؟ هو لابد أن نبدأ من أننا لابد أن نؤكد على أن الاستثمار في البشر والاستثمار في الحجر هم وجهان لعملة واحدة. صحيح. عندما تقوم الدولة بمشروعات بنية تحتية وعندما تقوم بمشروعات كباري ومشروعات إنشائية، فإن العاملين في هذه المشروعات هم مصريين يحصلون على أجور ينفقوها من أجل صحة أبنائهم وتعليم أبنائهم وتطوير أبنائهم والاستثمار في أبنائهم وفي أسرهم. هذا من جانب. من جانب آخر، الدولة المصرية نظرت لمفهوم الحماية الاجتماعية والحقوق الإنسان بمفهوم واسع، لأنه على المستوى الضيق بنلاقي ان هناك مشروعات ومشروعات مهمه الصعيد اشترك فيها، كمشروعات كمبادرات مثل مبادره 100 مليون صحه، تكافل وكرامه، معاش تكافل وكرامه، الدعم النقدي، دعم الخبز، دعم السلع التموينيه. هذه الامور على المستوى الضيق، ولكن الحمايه الاجتماعيه على المستوى الواسع اللي بيعيشها المواطن المصري في كل أنحاء مصر وبيعيشها المواطن في صعيد مصر على وجه التحديد باعتباره كان لسنوات ولعقود لم ينل هذه الخدمات، فإنها التنمية الحقيقية. بنتابع التنمية الحقيقية في صعيد مصر من خلال مشروعات بتفتح أفق للمواطن في الصعيد، بتقدم له خدمات لم يكن يحصل عليها في السابق، بل اننا نشاهد الان في كرة الصعيد الغاز الطبيعي والانترنت فائق السرعه، الوحدات الصحيه، الحقيقه كل الخدمات اللي موجوده وبتقدمها مبادرات مثل مبادره حياه كريمه. في نفس الوقت بنتابع مشروعات التنميه زي مشروع التنميه المحليه في محافظتي اسوان وسوهاج. بنتابع ايضا المشروعات اللي بتنقل المواطن الصعيدي الى افاق تنميه، وتصور ان ده اهم عنصر من عناصر الحمايه الاجتماعيه. الدوله بتفتح افق للمواطن من خلال محاور تنميه يمكن للمواطن في محافظه قنا بنلاقيه بيمتد الى المثلث الذهبي، في مثلث يبدا من قنا ويصل الى البحر الاحمر في المشروعات التعدين، بينما هناك مشروعات للتنمية الزراعية في الجانب الآخر في توشكا والعوينات وفيوم وغرب المنيا. بنتابع أيضا حتى لما بنتكلم حتى أهلينا في مركز نصر النوبة، الدولة طورتهم وعملت لهم مشروعات وعملت مناطق صناعية لتعزيز ما يقومون به من صناعات حرفية. الدولة اكتشفت في كل منطقة من مناطق الصعيد المناطق أو المزايا النسبية اللي بتتميز بها كل منطقة، وبدأت تخلق أفق للتنمية يضمن فرص عمل للمواطن. بالتالي فإننا عندما نتابع المشروعات القائمة التي نراها نعلم أن التنمية بدأت وأن الحماية الاجتماعية بدأت بحصول من أقام هذه التنمية على رواتب ثم أنفقها على أسره، ثم تأتي مرحلة صيانة هذه المشروعات وإدارة هذه المشروعات ويقوم بها المواطن المحلي، المواطن في الصعيد. صحيح. ثم تأتي صحيح. مرحلة المشروعات التي أصبح المواطن الصعيدي مطالب بأن يتفاعل وأن يقوم بمشروعاته لاستكمال المسيرة اللي بدأتها. نعم. وهنا دكتور وليد التساؤل عن فكرة مشاركة المواطن في عملية التنمية اللي بيشهدها الصعيد، وإذا ما تحدثنا تحديدا مثلا عن محافظة بني سويف واللي بتشهد طفرة تنموية كبيرة، مشاركة المواطن في هذه التنمية وخاصة وأنه بدأ يشعر بتوجه الدولة ناحيته والاهتمام بالصحة والتعليم، مشروعات لمعالجة المياه وغيرها، كيف يؤثر ذلك على أداء المواطن الاقتصادي وإنتاجيته؟ هو طبعا شعور المواطن بالسعادة وتعزيز مفهوم المواطنة لديه عندما يجد أن الدولة تشعر به وأن الدولة
تقدم له الخدمات المناسبة، ده شيء مهم جدا. ولكن أيضا حتى في اختيار المشروعات التي تقوم بها الدولة في مجال صناعة التنمية فإنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول متعلق باستراتيجية التنمية في الدولة، وهي مشروعات لا يمكن أن يختلف عليها اثنان. عندما نتحدث عن محطة كهرباء كبيرة في بني سويف من أجل أن يكون هناك طاقة لتكفي للأغراض الصناعية والتنموية، هذا الأمر لا يختلف عليه اثنين. وفي المقابل كانت هناك محطة بنبان في أسوان، يعني إذن هناك مشروعات لا يختلف عليها اثنين. بينما هناك مشروعات أخرى مثل المشروعات اللي بتقوم بها حياة كريمة، وديا كان مهم جدا أن يكون هناك استطلاع لرأي المواطن وأن يكون له دور في اختيارها. من هنا بنتابع دور متطوعي مؤسسة حياة كريمة في التواصل مع المواطن وفي التشاور معه في اختيار المشروعات، في اختيار أماكن المشروعات. من هنا فإن التنمية تكون متفاعلة بعنصر التخطيط الاستراتيجي وفي نفس الوقت عنصر اختيار المواطن بصورة تحقق الهدف المنشود من حماية حقوق الإنسان، حماية تقديم إجراءات الحماية الاجتماعية، فتح أفق للمستقبل، تعزيز عنصر المواطنة لدى المواطن، تقديم كافة الخدمات للمواطن. الواقع إذا نظرنا إلى كافة محاور التنمية، الصحة، الإسكان، الطرق، الصناعة، الزراعة، لا يوجد عنصر في التنمية في صعيد مصر وفي مصر بالكامل شملت كافة البقاع وشملت كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. نعم دكتور وليد، دعنا نتحدث عن مبادرة حياة كريمة، وهي الحقيقة يعني مبادرة لم يكن أبدا الجميع يتوقع أن تحقق هذا النجاح في هذا التوقيت وأن تصل لعدد كبير جدا من قرى ونجوع مصر. نتحدث أيضا عن دور منظمات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في هذه المبادرة، وإلى أي مدى بتؤثر هذه المشاركة على نجاح المبادرة بصورة أكبر؟ يعني الواقع أن هذه المبادرة امتداد لثقة متبادلة ما بين الشعب والسيد الرئيس. فهذه المبادرة كانت فكرة بسيطة في إحدى مؤتمرات الشباب تبناها السيد الرئيس، عندما رآها فكرة وجيهة وعندما رآها يمكن أن تضيف إلى المواطن وأن تغير من واقع الحياة في مصر تبناها السيد الرئيس. وعايز أقول إن هو على سقف الطموح لدى حتى مقدمين المبادرة نفسهم، لم يكونوا يتخيلوا أن المبادرة يمكن أن تصل إلى هذا الحجم الكبير. السيد الرئيس تبنى المبادرة من خلال تنظيم جهود الدولة وإشراك منظمات المجتمع المدني حتى لا تتشتت جهود الدولة وتتشتت جهود مؤسسات المجتمع المدني، من خلال منظومة متكاملة في حياة كريمة تقدم الخدمات لأهالينا بصورة عادلة. يعني تم حصر القرى الأكثر فقرا، تم ترتيب هذه القرى بحيث يكون هناك الاستحقاق، استحقاق حقيقي، ويكون ترتيب أولوية القرى التي تشملها المبادرة ترتيب عادل من خلال مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية تليها مرحلة ثالثة لتشمل كافة أنحاء الجمهورية. الاختيار بيكون عادل، المشروعات لا تنظر فقط للواقع الحالي ولكنها تنظر للمستقبل. فالمبادرة تقدم القرية المصرية في صورتها المستقبلية، تربط القرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ربط رقمي. أتصور أنه الآن لدينا واقع نعيشه في أن المواطن في كرة الصعيد لا يحتاج إلى الذهاب إلى العاصمة لكي ينجز أعماله. اليوم هناك وفي من خلال المجمعات الرقمية اللي بيتم إنشائها هناك ربط مع الوزارات، سيما الربط الذي يتم ما بين المجمعات الخدمية اللي بتقوم بها مؤسسة حياة كريمة والعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث أن المواطن في القرية في المصرية وفي كرة الصعيد يحصل على كافة الخدمات دون حاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة. صحيح. أيضا دكتور وليد، فكرة التنسيق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني في توزيع الأولويات على القرى، يعني الاحتياجات بالتأكيد كانت مختلفة من محافظة لمحافظة، من قرية لأخرى، هنا احتياج للمياه، هنا احتياج لتطوير زراعي، هذه المنطقة كما ذكرت منطقة صناعية لابد من تعزيز المشروعات الصناعية بها. هذا التنسيق كيف تراه وكيف ترى نجاحه حتى الآن؟ يعني هو طبعا التنسيق نجح جدا،
وتفاعلي، وهو مسؤولية الجميع، لأن يعني لا يوجد أحد يتحمل المسؤولية وحده، هو مسؤولية مشتركة ما بين الدولة والمنظمات المجتمع المدني والمواطن نفسه. احنا بنشوف وبنتابع وبنرى على أرض الواقع آلية التنسيق. هناك قرى لديها مساحات من الأراضي الزراعية، هناك قرى لديها مساحات يمكن أن يتم فيها إنشاء مجمعات صناعية. القضية أن مجموعة القرى في المركز الواحد تكون وحدات متكاملة، بحيث يتم استغلال المساحات، يتم الحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم استغلال المزايا النسبية المقررة في كل مركز، حتى نكون أمام نموذج تنمية متكامل. تكون قرى المركز هي قرى تتكامل مع بعضها في عناصر التنمية. وبأكد أن عاصمة المركز نفسها كمان بتستفيد في معظم الأحيان حتى من مشروعات حياة كريمة، لأن بنتابع وبعض والعديد من المراكز في عواصم المراكز في المدن نفسها كانت هناك مستشفيات كبرى بيتم إنشائها، وكان هناك وحدات صحيح معينة بيتم إنشائها من خلال مبادرة حياة كريمة، لأن المبادرة أيضا بتتفاعل مع مشروعات قومية أخرى مثل مشروعات التأمين الصحي لكل المصريين. فالمبادرة عندما تتصدى لملف الصحة فإنها تقوم بالتطوير وفقا لمعايير التأمين الصحي، حتى عندما تأتي لحظة ضم محافظة معينة للتأمين الصحي بتكون الوحدات اللي موجودة مطابقة لمعايير المشروع. صحيح. المشروع مشروع متكامل، المشروع متفاعل مع كافة المشروعات التنموية اللي بتقوم بها الدولة، مجهود كبير، انفاق ضخم بتقوم به الدولة المصرية، يعبر عن قدرة الدولة المصرية وقدرة الاقتصاد المصري على الانفاق وعلى التنمية، وأيضا قدرة منظمات المجتمع المدني اللي بتقدم يعني نتائج جيدة جدا على أرض الواقع، وبتخلق ثقة متبادلة ما بينها وما بين المواطن، لأن المواطن عندما يتبرع وعندما يقدم دعم لمنظمات المجتمع المدني فإنه عندما يشاهد هذه الجمعيات وهذه التنظيمات بتنفق هذا الإنفاق إنفاقا تنمويا عادلا يصل إلى أهالينا المستحقين لهذا الدعم، فإن ذلك يشجع المواطن على تقديم مزيد من الدعم لمؤسسات المجتمع المدني حتى تنطلق في مسيرتها التي تستهدف المواطن المصري في الأساس. نظرة اقتصادية أكثر شمولية إذا سمحت دكتور وليد، وهي فكرة حينما يتم تنمية قرى ومدن في محافظات مصر المختلفة، انعكاس هذا على الاقتصاد المصري بشكل عام وبشكل أساسي. يعني نحن نتحدث عن تطوير مشروعات مختلفة سواء على المستوى الزراعي الاقتصادي، تنمية كما ذكرنا يعني خاصة بالإنسان، على مستوى الصحة والتعليم، انعكاس كل ذلك على تطور الاقتصاد المصري يوما بعد يوم. عندما نجد أن معدلات البطالة ورغم الظروف الصعبة اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، نجد أن معدل البطالة ينخفض إلى نحو 7.2%. ده رقم عندما نقرأه نعلم أن الأساس فيه هو المشروعات التنموية والاستثمارات التي تقوم بها الدولة. عندما تقوم الدولة المصرية بتهيئة القرية المصرية لتكون وحدات إنتاجية وتفتح لها الأفق من خلال محاور بنشوفها في الصعيد، منها محاور تم افتتاحها ومحاور جري إنشائها، بحيث تكون مدة أو المسافة ما بين المحاور عند عبور النيل 25 كيلو فقط، مما يفتح أفق التنمية. ده شيء بيقول للقطاع الخاص كمل، الصعيد أصبح جاهزا للتنمية، مشروعاتك في الصعيد ليست بعيدة ولكنها قريبة لموانئ التصدير، قريبة لعناصر الإنتاج، اتفضل كمل. إذن نحن لدينا نتائج اقتصادية متعلقة بخفض معدل البطالة حيث يقوم العاملين المصريين بالعمل في هذه الإنشاءات، أيضا لدينا نتائج اقتصادية متعلقة بتهيئة بيئة الاستثمار بصورة تؤدي إلى انطلاق القطاع الخاص في المستقبل. هذا الأمر بنتابع ذلك في مؤشر النمو، حيث أنه رغم الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم لازال الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو بتتجاوز ما تتوقعه له المؤسسات الدولية، وبتصل إلى معدلات نمو قياسية يعني على تختلف على حسب طبيعة المرحلة، إلا أنه في كل الأحوال مبادرات الدولة واستثمارات الدولة كانت هي الطليعة التي أدت إلى
خلق معدلات نمو وتهيئة البنية التحتية وتهيئة مجال الاستثمار للقطاع الخاص الذي أصبح مطالبا للاستجابة لدعوات الدولة في أن يمارس مزيد من النشاط خلال الفترة القادمة بعد أن تصدت الدولة وبادرت بالخطوات الأولى لعملية التنمية. صحيح. طيب دكتور وليد، احنا تحدثنا عن العنصر يعني البشري والاستثمار في البشر وتقديم خدمات تنموية فيما يتعلق بالصحة والتعليم، لكنه لابد أن نتحدث عن نقطة هامة وهي معاملة البشر مع هذه المشروعات. بالتأكيد كل مشروع بيكون في بدايته على درجة كبيرة جدا من القوة والجودة، لكنه مع مرور الوقت يحتاج إلى الصيانة، التعامل الجيد، وخاصة مع الخدمات. يعني هناك العديد من الخدمات التي ستقدم وتقدم الآن في عدد كبير جدا من القرى والمدن. هذه الخدمات كيف يمكن الحفاظ على هذه الخدمات والحفاظ على جودتها ودور المواطن في هذا؟ طبعا وحضرتك لمست شيء مهم جدا، لان دائما ما بنواجه هذه المشكله، فكره الحفاظ على المكتسبات والحفاظ على ما صحيح. تم انجازه، دي مسؤوليه ومسؤوليه كبيره بالنسبه لنا، يعني ويجب ان ندعو انفسنا ان نحافظ على مكتسباتنا ونحافظ على هذه الانجازات الكبيره. هذا من جانب، ومن جانب اخر عمليات الصيانه في حد ذاتها هي فرص عمل للمواطنين المحليين. إذا كانت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها كانت فرصة للشركات المحلية، حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم التنفيذ من خلال شركات محلية صحيح. تساعد الشركات في المناطق اللي بيتم فيها الإنجاز، فإنني أتصور أننا أمام نقلة جديدة بعد الافتتاحات، أن يكون هناك شركات صيانة تتعاقد معها الجهات، مما يخلق فرص عمل جديدة ومما يحافظ على ذلك. إلا أن الفيصل النهائي أننا كمواطنين لابد أن يكون لدينا الرغبة ولدينا القدرة ولدينا العقيدة في الحفاظ على ما تم إنشاؤه والحفاظ على ما حصلنا عليه من مكتسبات. بالتأكيد. دكتور وليد، أخيرا يعني أتساءل معك عن الرؤية المجتمعية لهذه التنمية والدور المجتمعي بشكل عام. الدور المجتمعي ده بيتخلق بصورة تلقائية، لأن عندما يتابع المواطن أنه يحصل على حقه في التنمية بصورة عادلة، فإنه يشعر بالرضا، يشعر بالولاء والانتماء، يشعر بالرغبة في المزيد من العمل. لأن إذا كنا بنتكلم عن الصعيد النهاردة، إلا أن الواقع أن زيارات السيد الرئيس دائما ما تسلط الضوء على مناطق معينة. يعني عندما بنتابع جولات السيد الرئيس في سيناء بنجد تنمية غير مسبوقة. نعم. عندما نتحدث عن الساحل الشمالي الغربي وسيوة بنجد تنمية غير مسبوقة، توشكا تنمية غير مسبوقة، عواصم المدن على مستوى الجمهورية فيها مشروعات غير مسبوقة، القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى هناك تنمية غير مسبوقة. فالجميع لم يعد هناك فكرة تركيز التنمية في المركز في القاهرة. المواطن عندما يجد نفسه موجودا في القرية بيحصل على الخدمات اللي موجود في اللي عنده نفس الخدمات اللي موجودة في القاهرة، بيشعر بالرضا. فضلا عن أن هناك دور مهم جدا لهذه الخدمات وهذه المشروعات، أن هي بتحد من الهجرة إلى المدن الكبرى، وبتساعد ليس فقط على أن المواطن يستقر في قريته ويستقر في مكانه ولا يأتي إلى المدن الكبرى، بالعكس بالمواطن بينطلق في محاور التنمية اللي فتحتها الدولة في المدن الجديدة اللي تم إنشائها في الصعيد وفي كل مصر، وفي محاور التنمية الزراعية والتنمية الصناعية، بحيث يتم بالفعل تحقيق استراتيجية مصر بزيادة الرقعة المعمورة وفتح أفق لكل المواطنين. هذا الأفق بنتابعه في الصعيد من خلال المحاور، بنتابعه في الدلتا أيضا من خلال المحاور التي بتفتح المجال للمواطن في الدلتا ليذهب الى سيناء وليذهب الى الساحل الشمالي الغربي. صحيح. هذا المشروع التنموي العادل الذي يشمل كافة البقاع الجغرافية في الوطن وكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاعات الخدمية والإنتاجية، هو الضمانة الأساسية للسعادة، السعادة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. صحيح. دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك لكل ما أضفته لنا ولمشاهدينا من معلومات. كنت معنا عبر الهاتف.